بك يا صبحي من جديد. مرحبا بكم. قلنا بالنسبة نكملوا على حديثنا بعد ما حكينا على إسبانيا وكملت في الإصابة إن شاء الله رجعت لك رجعت بفورما. الدمي الآن بطولة العالم في فرنسا شو نقولوا عليها؟ مي عز مونديال لعبنا فيه، عز مونديال كور فيه المنتخب التونسي، فهذه النتيجة حققنا المرتبة الثامنة في المونديال هذا، ثامنة ولا العاشرة؟ في كملنا في المركز العاشر بالضبط. مرضم بعد الهزيمة اللي انهزمنا في مقابلة في ألبرفيل كونتر فريق الألماني. ايوه النتائج بالنسبة لتونس في دور المجموعات كملنا في المركز الثالث وراء روسيا وأوكرانيا وقبل النرويج وسلوفينيا والسعودية. ربحنا انهزمنا مع روسيا 23-20 28-19 فزنا على النرويج 24-18 ضد أوكرانيا 28 لتونس 23 سلوفينيا و 22-21 تونس والسعودية. مونديال اللي لعبنا في مدينة دنكيرك في الدور الأول عدينا دورة ممتازة وممتازة للغاية. الليفكتيف وقتها بعد 3 سنين خدمة دونك ولينا عندنا ان جروب تري سوليدار، ان جروب تري 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 مع بعض قوي برشا مع بعض متكامل. عندنا تو لي بوست عندنا دي دوبلور. وقتها قلقنا برشا احنا خاصة الدول الأوروبية بلا ديفونس 3-3 اللي قلقتهم برشا اللي عملت لهم برشا مشاكل خاصه ما نعرفوا الفرق الاوروبيه عندها منتخبات الاوروبيه نعم. عندها قوت التسديد من البعيد نعم. نمشي ولتفاعل اخويا صبحي للمستمعين. اخويا صديقنا ايمن حاج سعيد من قرقنا يقول برافو سي ابراهيم والله في بالي اول واحد يسدعاه ولا يتذكر صبحي سيود من وقت كان يكور كل التشجيع ليك صديقي على المجهودات. كذلك تحيه نوجه العم محمد منزل بورقيبه. سعيد بن ابراهيم اعلامي من راديو جريد يقول اكيد من اللاعبين اللي تركوا بصمتهم في تاريخ الهوند موفق سي ابراهيم. توفيق جوجة من جزيره الاحلام نوجه لك تحيه اخونا صديقنا توفيق. سمير من تونس يقول تحياتي لنجم السهره وعوده موفقه. علي كرد من الجربه يقول صديقنا اعلامي ايضا من ميدون. منير بن ربيحه تحيه لك ودوم صديق وفي برامجنا الرياضيه. من مزاره صديقنا حسن يقول صبحي سود تاريخ في كره اليد اختيار ممتاز. خميس الدريدي والرياضي معروف يقول سوبر بون ميسيون. هذه ايضا من المرسى لاعب كبير وعليه الكلام في المهديه ومونبيلي والمنتخب. صديقنا ايضا من اسكتلندا حافظ يعقوب يقول تاريخ في كره اليد التونسيه لاعب يساري مهاري صاحب قذفات ساحقه اختيار صعب يستحق التكريم. شكرا سي ابراهيم. احسن الدريدي اعلامي قدير نوجه له تحياتنا الحاره ايضا من جزيره الاحلام. من جوهره الساحل اخونا الصبحي صديقنا شهام مشاوش يقول النبش في تاريخ كره اليد التونسيه يكون الضيف في قيمة سيود بحول الله الحصة الناجحة ورب يوفقك أخوي إبراهيم. كذلك عامر دريدي بطلنا الأفريقي السابق في المصارعة نوجه له تحية وطيب جلاسة أيضا تحية لأخونا صديقنا من تونس وكذلك مهدي أجلاسي في كندا. بالنسبة لنبيل بوعزيزي يقول بالتوفيق عم إبراهيم دمت رمز التألق شكرا لك يا بلبل. وخالد المهيري يقول اليساري الممتاز يعطيك الصحة سي إبراهيم. سي طاهر عالجاري يقول بالتوفيق إن شاء الله صبحي لاعب ممتاز ترك بصمته في رياضة كرة اليد التونسية ومنذر هدريش نوجه له تحية من صفاقس. كذلك صديق البرنامج خونا محسن بن مبروك من عاصمة الجنوب هذه الدفعة أولى بعدها باش نقراو كذلك الدفعة تحيات صديقنا صبحي سيود. نمشي والاحتراف والزمن الجميل والتاريخ الذهبي في مسيرة نجم سهرة الليلة صبح سيود 2001-2002 ومونبيلي. خويا صبحي وي نسمع فيك خويا. اي نبدا هل الفتره الذهبيه نجم نقول جولدن تايم بالنسبه لصبحي. الفتره الذهبيه يمكن 2001 دونك بدينا في مونديال 2001 كانت نجحت في بطوله العالم قدمت مردود ممتاز وشرفني اني كنت باش مع المجموعه اللي شرفت علم تونس اللي عز نتيجه حققناها في وقتها ما حقق حتى فريق قبلنا المرتبة العاشرة. ومن بعدها بعد المونديال جات الجيل الأصعب. الجيل الأصعب هو وقت اللي تحولت لنادي مونبيليه مع العلم أنه في نادي مونبيليه
نلقى روحي مع 7 لاعبين شامبيون دي مون مع الفريق الفرنسي. 2001 فرنسا توجت ببطولة العالم فيها 7 لاعبين يلعبوا في مونبيلي. نلقى روحي في جمعية فريق قومي لازم يكون مستواك في مستواهم. مع العلم وقتها وقت مشيت مونبيلي فيزيكمون وتكتيكمون ما كنتش في المستوى. كنت مع يمكن حاجة ضحكني برشا كنا ذكرها أول عام جيتي لو مايور دوزيام مايور بيتور في فرنسا. لكن سموني غادي بجمع جوارات صحابي سموني وكالاشنيكوف. حلوة هذه حلوة برشا هذه. علاش؟ خاطر ما كانش عندي صبحي سيود معروف بالتصويب. ما كنتش تري جوار مع صحابي معناها ما لعبش برشا لصحابي. كنت ناخذ كره يخدموا لي ونجي انا نجري نشوط باش نشوط المركب. ما نعرفش نخدم للبيفو ما نعرفش نخدم. انت تقول المكمل معناتها نتاع المجهودات بالضبط. انت الفينيش معناها يعطيك الصحه بالضبط. لكن في كي تلعب في جمعيه فيها 7 لاعبين من الفريق القومي دونك امومون الكلمه اللي عملت الدكليك في حياتي ويمكن في كاريري كامله هي قال ظهر لي قائد الفريق لورون بي سيفيور وقتها ملمومين الجوارات كل ما بعضنا ظهر قال لي اوني لا ما شاء الله. قال اوني لا معناها شنو معناه يقصد هو وقتها قال لي لا ما سافيدير سافيدير مخمم فينا خمم باش كيما احنا نخدموا لك خدم لنا. وصار الديكليك غاديك حاجتين يا تدخل في الجروب وتعاون وتحاول في فيلي فور باش كيما هما يخدموا لك انت تخدم لهم. هذاك علاش لو ديكليك صار غادي اني بعد ما لونترينمون مع مونبيلي كنت نتمرن وحدي ناخذ دي زيكزارفيس باش نتعلم كيفاش لي بون باس اليليي لي بون باس و بيفو باش اوموا ندخل في الجروب. خاصه في مونبيلي جمعيه كبيره برشا جمعيه 7 لاعبين اذا ما تكونش في المستوى راهو فاسيل مون يقولوا لك تمشي على روحك. معناها غاديك تيو بيي بور جوي بور دوني دو روندمون. صبحي كن لقصوا الساده المستمعين ربما ما عاشوش الفتره نتاعك والا حتى اللي عاشوها ربما تنساه واحنا نعطيه في الذكريات. نلقاو الدوبلي 2002 بطوله وكاس فرنسا تذكر فينال مع ضد شكون في الكوب؟ فينال كونتر كان صدقني ربي اول فينال عملناها كونتر شامبيري. اي والريزلتا راهي كاسحه الطرحه هذه قداش؟ ما نذكرش. 23 22 هذه وقتها هي في 2002 و2003 و2004 و2005 كانت لو كونكورون تاع مونبيلي على البطوله وعلى الكاس هو نادي شامبيري. بالضبط. لكن الحمد لله معناها اللي ملي مشيت لمونبيلي ظهر لي كل سنه فزنا بالبطوله. باش ناخذهم باش ناخذهم 2002 دوبلي باه 2003 دوبلي بطوله كاس ضد شكون الفينال؟ يمكن كان صدقني كونتر شامبيري زاد كريتي يا شامبيري يا كريتي. يا نوم كريتي يا كريتي 21 ما نذكرش ثم المقابلات نسوهم فزتني يا ماما 2004 2004 الشامبيونا والكوب وقتها توقفت في فرنسا هكا ولا؟ لا ما توقفتش الشامبيونا عليها. لا لا البطولة قلت لك بطولة فرنسا والكوب توقفت 2004 وقتها تنحات كوب وخد... لا 2004 لا لعبنا الكوب 2004 هزينا فيها احنا لكاتيت خاطر هزينا الشامبيونا والكوب والكوب دو لا ليغ وهزينا فيها ليغ دي شامبيون. انا نصلح معلومتي مالا 2005 دوبلي شامبيونا وكوب تتذكر فينال كوب كونتر شكون؟ ايفري ظهر لي كان صدقني ايفري شامبيري غربت تو باش نجيو 31 22 2006 قلت لكم التاريخ الصحيح اللي فينال نقاش كان عندكم انتم. يعيشك 2006 دوبلي شامبيونا وكوب دو كوب دو فرانس مونبيلي وشكون؟ ايكار بونت واحد 28 27 مونبيلي ترى عندك شامبيري كريتي ايفري بالضبط ايفري ايفري ليكيب تاع وقت يلعب فيها لوكا بالو نتاع ليلي نتاع ليكيب دو فرانس اللي يلعب في بي اس جي توا. كي نرجعوا نعملوا حوصله وقراءه سريعه خونا صبحي للساده المستمعين مونبيلي
حصلت على 14 بطولة، أنت ساهمت في ثلاثة نتاعها، خمسة بطولات و13 كؤوس، أنت ساهمت نجم نقولوا في ثلاثة أربعة كؤوس، هذا تقريبا حوصلة ركاب لمجهوداتك. هات ناخذ توا أحلى ذكرى تقريبا لينا احنا كتوانسة وكعرب وكفارقة، أول تونسي عربي أفريقي يتوج برابطة الأبطال الأوروبية، هات تحكينا شوية على الجو هذا، تذكرش كيفاش صار التصفيات والفينال والدمي فينال؟ كانت ليغ دي شامبيون كانت صعيبة وصعيبة برشا. مع العلم أنه تحب في العالم معروف أقوى بطولات في العالم هي البطولة الألمانية والبطولة الإسبانية، وكل سنة كانوا يتوجوا بها يا ألمانيا فريق كيل ولا برشلونة ولا سيود أدريان، هذوما اللي يتوجوا بالبطولات الأوروبية. مونبيليه كانت عنا عزيمة، ولا قعدني في مونبيليه باش نتكلم ميساج، هو لونفي نتاع الجروب هذا، لونفي نتاع مونبيليه ان تزليك دي شامبيون مع ان انترونور اي بوس تي جوور، يدز جواراته تولي جور في الخدمه، باش ما نقعدوش النيفو هذاك، لازمنا نحسن النيفو نتاعنا باش نحصلوا على ليغ دي شامبيون. 2004 بدينا بالسيستم بول كالعاده. كملت الدورة الأولى في المرتبة الأولى مع الفريق الثاني، هو الفريق الموسكو سلوفيني بريل 67 حاسيل بالنسبة في الكارد فينال. اش عملت في الكارد فينال؟ لعبنا مع فريق اي موسكو، فريق موسكو في الكارد فينال ربحناه وقتها زغرب اركا زغرب المعلومة عندك زغرب في أويتيام في الكاردو فينال لعبتوا مع إركا زغرب ذهاب وإياب، وكان مجموعة الأهداف 62 62 مونبيلي 53. في الدمي فينال لعبتوا ضد شكون؟ هذه لحظات هامة في التاريخ، راه نحب نذكر سادة المستمعين. ظهر لي كان صدقني ربي فريق سلوفيني بالضبط، هنا توا سلوفيني ذهابا وايابا فزتوا 63 60 خويا صبحي. نمشي والعرس النهائي عاد الفينال ضد شكون؟ العرس النهائي ظهر لي لعبنا كونتر بامبلون، اللي بامبلون انهزمنا معاه، هو فريق وقتها النجم العالمي جاكسون ريتشاردسون، معاه برشا دي ستار عالمية يلعب في بامبلون، نهزمنا بثمانية بونتو في مقابلة الذهاب. مقابلة الإياب كانت في مونبيليه بعد بجمعة. رجعنا لمونبيليه، باتيس كانيي قال لنا كلمة في الفستيار وقبل ما نروحوا من بامبلون بعد ما خسرنا 8 بونت وكلينا 8 بونت في الالي، قال كلمة انه تقعد هذيك في الذاكرة، قال سيلوي كي بونس كون غان لو ماتش روتور فيا لونترينمون لاندي، شوف سيلوي كي بونس با إل فيان با. ونهار عدينا جمعة صعيبة برشا، خدمة خدمنا مليح، صبحي كانت يمكن الدور النهائي ذاك ما يلعبش فيه. نهار الخميس في لونترينمون نعمل اونتورس غراف في الشيفي، نفخت الشيفي برشا، قلت للطبيب اني كنت كوكوت نهار السبت لازم نكون، نهار الاحد لازم نكون موجود في المقابله، قالوا لي اون فيرا، صعيب ياسر خاطر الشيفي نفخت. نهار الماتش قبل الماتش ديكراساج احنا نقوموا به، عملوا لي ستراب ومشيت نجري شويه، لقيت روحي موجوع، ظهر لي كنايا ليدي كليك، مش ليدي كليك معناها، مش حكيت ليدي كليك، انا علاقتي كبيره مع باتريس كنايا، قال لي الميديسان ما دوموندي دو كو تو كي جو تونليف دو لا ليست دي جوار كي جو، شديتهم خناقو ما نكذبش عليك. وقتها شديتهم خناقو، قلت له جوجو اجوردي، قال لي قلت له جوجو اش عندك فيه؟ لاس مو جوي، اي ما في كونفيونس. ومقابله ذيك لعبت وعديت مقابلة كبيرة برشا وانتصرنا على فريق بومبلون ب 11 بون. ظهر لي وقتها أول فريق وقتها فريق فرنسي اللي تحصل على ليغ دي شامبيون. كنت تحصلت على المرتبة قداش في البيتور؟ كنت أتذكر. ما نذكرش. سانكيام أنا في 2004 بعد ليغ دي شامبيون، زاد النتيجة الفردية اللي يمكن أن نتذكرها هي حصولي على المرتبة الرابعة كميور جوار رومون.
عندك كذلك ماركيت وقت 46 بونتو ومعاك البوراسيك من بولونيا. تم انتخابك من أحسن لاعبين اللي عرفتهم موبيلي صبحي. لسات دور في فرنسا لو ما يرقوشي في عمتها زادة لو ما يرقوشي في فرنسا معايا دار لي ثاني حاجة خارق للعادة ظهر لي جوستو فيير واحد باش يتذكر معناها حتى كي يتذكر هكا في الأوبجيكتيف اللي عملته في كارياري انه جوفيان بالماريس بلان دو تيتر تحقق بالضبط الحمد لله. بطولة افريقيا للأمم 2002 في المغرب شو تذكر عليها بعجالة ترى؟ 2002 في المغرب فينال كونتر مصر فينال كونتر الجزائر الجزائر مصر في الدومي فينال ايوه فينال كونتر الجزائر المونديال هذاك سيتي مونديال صعيب برشا علاش مونديال قلت بطولة افريقيا صعيبة برشا بعد تحويل صار في تونس معناها حطونا سو بريسيون كبيره برشا في الشامبيونات افريقيا هذيك اللي الزمنا كوت كوت نهزوها في المغرب الديمي فينال لعبنا كونتر مصر انتصرنا 25-19 في تونس 25-19 بالضبط والفينال ايوه كنا خايفين برشا فريق مصر فريق الجزائر فريق شاب فريق قوي برشا فريمون قوي برشا كان نجم او نيفو انديفيدياليتي كان عنده دي جوار اكستراوردينير 18 سنه 19 سنه دونك خفنا علاش خفنا خاطر كان الشيء اللي صار في 98 كونتر الجزائر اللي عملناه احنا انتصرنا على فريق الاكسبيريونس الجزائر كان لازم يصير لنا خاطر كنا نعرفوا ان لي جون عندهم اون انفي باش ينتصروا اكثر من اللي احنا ايوه الفينال كملناه وقتها فزنا 25-19 مونديال البرتغال 2003 شكون عليه في كلمتين ترى؟ مونديال هذاك نجموا نحطوه في الارشيف كيفاش الارشيف الباهي باهي ولا خايب؟ خايب مونديال هذاك ظهر لي الفريق نتاعنا ما كناش حاضرين ما قمناش مونديال اكسبسيونيل ظهر لي بقينا دي ديفيكولتي كبيره برشا الجروب اللي تي مفترش شويه الجروب ما قاش ليكيليبر المونديال خاصه ثم حوايج اكسترا سبورتيف اللي اثرت على اللاعبين احنا ما يزيدش خسرنا المقابله الاولى والمقابله الثانيه بعد ثم الصحفيين اللي كانوا ساكنين معنا في الوتيل وكانوا الكريتيك ديريكتومون في الصحف وفي الواحد والعباد قاعد توصل لنا في الجرايد وصلونا الكلام اللي تقال علينا دونك ا مومون اون ايتي بلو كونسونتري على باهي نكملوا ذكرياتنا تو بكاس افريقيا للامم مصر 2004 الفينال هذايا كيفاش تتذكروا؟ فينال قلت لك تونس ومصر فكرني مونديال 99 فينال كنا اقوى مصر برشا لكن المونديال هذاك الشامبيونات افريقيا هذيك كاليفيكاتيف وجوز اولمبيك في مصر مانيش باش ندخل في لي ديتاي حاجه برك في ليشوفمون كونتر في الدور النهائي في ليشوفمون شفنا لي زاربيتر نورفيجيا غزرنا لبعضنا فرحنا خاطر هذوما لي زاربيت نورفيجيان كانوا لي زاربيت تري ستريكت ما يتشراوش صراحه ما يتشراوش بعد لي شوفمون تاع دخلنا الفستير باش نبدلوا مراولنا هبطنا للتيران نقاو لي زاربيت سلوفان معناها لي زاربيت تبدلوا لي شوفمون بدلوا لي زاربيت وجابونا لي زاربيت سلوفان ووقتها حسينا بالخطر وعرفنا ان البطوله الافريقيه باش تكون صعيبه علينا برشا وباش يحرمونا منها وذاك شنو صار في المقابله وخسرنا كونتر الفريق المصري
وهو اللي ترشح لجوز اولمبيك. هذا قبل ما نمشيو لفقرتنا الثانيه ابو عيش، لخمسه على فقره عنوانها خمس على خمسه، نكملوا للتفاعل للساده المستمعين. اسامه من تونسي، حي نجم السهر، ويقول يا حسره على صبح سيود، اهداف من كل الزوايا. سميره ايضا من العاصمه، وجه لك تحيه. ولكل الساده المستمعين من الخليج بالتحديد قطر، تحيه. وصلنا من صديقنا العز الدين العزاري، يقول تحيه لك ولكل ابنائنا. اخونا صديقنا في المهجر صابر بن زين، ارشيف الكره التونسيه، تحياتنا ليك. الرابطه الوطنيه لاكاديميه الساحل، تحيه للمشرف على هذه الصفحه. ياسين قعلول من عاصمه الاغالبه يوجه تحيه لنجم السهره، شكرا لك صديقي. وطلناني يبعث بتحيه لنجم السهره الصبحي ويقول ليجوند بالنسبه من جيل ذهبي اخويا صبحي، الحارس الدولي والاسم كبير في كره اليد التونسيه منصف الوسلاتي الحيوب بالمناسبه، يقول لاعب كبير، انا من افضل ما انجبت كره اليد التونسيه، هذا ليس بغريب على المهديه اللي انجبت عديد النجوم، فريد لطفي العبيد، حماد الخلادي، عبد العزيز صفر، عدنان وعفيف بالحارث، عفيف صفر، بوسنينه، هشام تركي، الغول الجيلاني معرف. القائمه طويله. حرم صبحي كما حرم زميله النجم الافريقي وليد بن عمر من مونديال 2005 لاسباب اجالها، تعليق من غير تعليق. كذلك عبد اللطيف العلويني يقول ان دي ميور جوير تونيزيان لا في سي بروف ا مهديه بوي ان فرانس ا مونبيلي افيك ليكيب ناسيونال دي تونيزي اي اوسي اون اسباني. بالنسبه لصالح امين الهرمي يقول صديقنا البرنامج، يقول موفق ان شاء الله صديقي الغالي، اختيار صائب للاعب محبوب وغزير العطاء، استضافه هايله برشا للاعبين للملاعبي هايله برشا. بالنسبه للامادي بن هادي، شوف الذكر هذا ايش يذكرك اخونا صبح، يقول كنت من الاوائل اللي امنت انا ذاك به مصر 99 بطوله العالم، كان احتياطي في المقابله الاولى، علقت عليها مع توفيق العبيدي اثر اللقاءات وجهنا للنزل، وكانت لي ملاحظات فنيه كثيره مع السيد العياري حول عدم اعطاء الفرصه لسيود. الخلاصة أن صبحي شارك مباشرة في اللقاء الموالي وافتك مكانه وانطلق بفضل إمكانياته وصبره، شهادة للتاريخ بحضور زميلي وأخي بلال العلويني. بدون تعليقك ولا أخونا صبحي. كذلك دالي فرحات مونتيري يقول فضل كل المدرب الجزائري صالح بوشكري، والاكتشاف صبحي لما عاد في تجربته الثانية للمكارم ووجدوا معاه لنصرة بولبا، أصر على عودته وآمن بقدراته وانطلقت مسيرة صبحي، حيث في مقابلة ضد النجم بالمهدي فازت اتوال المكارم عفوا ب 12 نقطة فارق، وكان صبحي النجم اللقاء بعد ما عجز الحارس المستيري بالتصدي على قذفاته الساحقة. أيضا يحيى الوحيشي يقول اللاعب الأسطورة لأبهر الجماهير بمهاراته وتألقه. ونكمله مع جراس مصري صديقنا رياضي أيضا جزائري، يقول تحية كبيرة للإعلامي التونسي العزيز صاحب حصة حديث النجوم ويبعث قلب فيه العالم التونسي، شكرا لك أخونا العزيز ناصر، وتحية لكل الإخوة الجزائريين اللي يسمعوا فينا. هذه تقريبا أهم ما جاءت في ملاحظات السادة المستمعين تفاعلهم. نمشيوا مع السؤال الأول أخونا صبحي. السؤال يقول ميساج باش تكتبها، شنو هو المضمون نتاعها ولشكون باش توجهها؟ باش نعرفوا الإجابة نتاعك بعد هذا الفاصل. هاي خويا صبحي، قبل ما نسمع الإجابة نتاعك نذكر السادة المستمعين باش نرفعوكم الأذان، ثم يتواصل حديث سبورة مع نجم السهرة صبحي سيود. شنو الميساج نتاعك وشكون باش توجهها بعجالة خويا صبحي؟ والله عندي دو ميساج. ميساج باش نوجهه اللي بدلوا حياتي واللي عملوا حياة صبحي سيود، سي صالح بوشكريو، سي السيد العياري، عائلتي، مرتي، بنتي، هذوما قول لهم ميرسي بوكو، تعبتكم. تحية كبيرة برشا للعائلة، كل الوليدات والعائلة كل أحباء صبحي سيود. باش نرفع لكم أذان ثم يتواصل حديث السبور مع نجم السهرة صبحي سيود، نرجعكم بعد الأذان. مستمعينا الأفاضل، نرفع لكم أذان صلاة المغرب حسب توقيت المحلي لجزيرة جربة، الرجاء مراعاة فارق التوقيت. الله أكبر الله أكبر الله
قالوا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حينما يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. الإسفام السود سود أسفار وأفضل الخدمات مع مياسين للخدمات والسياحة. مياسين ترافل فيها برشا امتيازات، تنظيم رحلات داخل تونس وخارجها، عمرة مع مرافقين أكفاء، حجوزات لأفضل الفنادق، تذاكر سفر ومساعدة حرفينا على تقديم ملفات الفيزا. أسعارنا مدروسة مع إمكانية التسهيلات في الدفع. أجانس مياسين ترافل على ذمتكم في جربة 75-656 همية، في جرجيس 58-83-83-13، وفي تونس 29-83-03-01، ولا باج فيسبوك مياسين ترافل. مع مياسين ترافل أحسن اختيار أرفق الأسعار. قبل الله وصلات الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، وصل معكم سهرة الليل حتى الثمانية متاع الليل في نجم سهرة حديث النجوم لاعب دوري سابق للمكارم صبحي سيود. نذكر كذلك لاعب من اللاعبين اللي كانوا عطاو كثير لنادي أولمبيك مدين ونادي الإفريقي أيضا والمنتخبنا الوطني، منجي مشهور يمر بظروف اجتماعية صعيبة الأيام هذه في حاجة للمساعدة نظرا لما قدموا لكرة اليد التونسية. نمشي والسؤال الثاني أخونا صبحي. نرجع للسؤال الأول خاطر
قلت لك عندي الدومي الثاني الثاني عندك الحق الثاني المساجر الثاني بتنقعدوا في الرياضة لكن تعرفوا صبحي سيود من مدينة رجيش و... وفريق كرة القدم اللي يلعب في لا ليغ بروفيسيونيل 2 هو صاحب المرتبة الأولى باش يقابل قفصة في شهر جوان مقابلتين واللي باش ينتصر فيهم باش يكون مترشح للناسيونال آ مع باش يقابل الترجي نقول الترجي واللي كلوب والإتوال خاطر علاش خاطر حلم قاعد نعيشوا فيها رجيشية حلم الصعود حلم فريق مع ماديات ضعيفة وصل باش يكون في المرتبة الأولى قبل الكونفينمون اللي صار حلم تاع بلاد كاملة 12,000 مواطن عباد ملمومة عباد تنحي من عشاها باش تعطي للجمعية مش نشكر لازمني نشكر ما نجمش تعدي عليها الموضوع هذا ما غير ما نحكي عليه نشكر محمد علي العروي اللي قدم الكثير الكثير اللي قاعد الصعوبات المادية اللي تعيش فيه الفريق ما يتصرف ويدبر وفي باش ما عند العباد وياخذ ما عند العباد ويتسلف ما عند العباد باش يكونوا لاعبين خالصين يخصوا اللاعبين باش يكونوا حاضرين للمقابلة قفصة ان شاء الله تكون ان شاء الله الميساج ان شاء الله الميساج كنت وصلته بالتوفيق اخونا صبحي لكل احبانا في احباء رجيش ايضا تحيه لصديقنا مصطفى القديم نمشيو للسؤال الثاني صديق يرتاح له في جلسه وديه على قهوه هكا تتروبوزي تكون متقلق شويه هكا تطلب وتقول يا فلان نجيو نعملوا قهوه شكون وهذا الصديق هذا ترتاح له باش نعرفوه باش نعرفوه بعد الفاصل صبحي لحظه فقط يعني الثلاثة شكون هم أصحاب الحظ يا أخوي؟ من مش أصحاب الحظ ما هم مش أصحاب الحظ فريمون ثم عباد ثلاثة من الناس في حياتي يمكن بعد ما خرجت من كاريير كلاعب اللي التليفونات ما تسوني 24 ساعة على 24 ساعة حتى لا تشوف كاريرك ما تلقى حتى حد قيت ثلاثة من الناس وقت الشدة قيت ثلاثة من الناس سالم العروي سفيان الهاني ويحيى الوحيشي فريمون العباد هذوما اللي قول لهم ميرسي بوكو اللي عباد وقت لا حاجه وقت لا واحد باش يفرغ قلبه يلقاهم تحيه ليهم تحيه ليهم والانسان راهو مدنيين بالطبع كما يقول ابن خلدون اكيد ما نجمش يعيش وحده السؤال الثالث شخصيه يتمنى صبحي سيود مقابلتها في اي مجال بعد الفاصل بوعيش ولا مره كنا سوا الشخصية من مقابلتها أخونا صبحي صبحي ود الهون صبحي الهون ده اللي عملت له كاريرو صبحي اللي عرفته العالم عرف صبحي سيود عن طريق الهون نحن مقابل رئيس دولة ما شاء الله ويكون كلامي معاه على منتخب تونس خاصة مع العلم أن كرة اليد التونسية تمر فترة صعيبة برشا ماديا نشوفه في المنتخبات الصغرى اللي ما تقدرش لكاديم لمينيم لجينيور ما يقدروش باش يعملوا الاستاج لبرا هذاك علاش النيفو نتاع كره اليد قاعد يهبط النيفو نتاع كره اليد قاعد يضر فينانسيرمون الدوله ورئيس دوله ورئيس الحكومه لازم يكونوا معنا لازم يمدوا يد المساعده هذا راي خونا صبحي سيود نجم صارتنا الليله شكون الكرسي الوزاره اللي يختاره وما هو اهم قرار يتخذه بعد هذا الفصل انا حلمي بس كلمه اني ظل عندي وطن لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن زميلنا بوعيش يوجه لك تحية كبيرة برشا وعلى التفاعل في هذه الأجوبة خونا صبحي بابا الكرسي الوزارة تختاروا أهم قرار باختصار وزير الشباب والرياضة والقرار القرار هو أنه نقولها مثالش ونتحمل مسؤوليتي في كلامي في جامعة كرة القدم جامعة غنية
نقولوا جمعيه جامعه غنيه لو كي ترشح المونديال تاخذ برشا فلوس من الفيفا عندها البروموسبور عندها كل شيء ولكن تم حاجه اللي قاعده تصير انه الوزاره اكبر تمويل يمشي للفيدراسيون تاع الفوت نعم انا يقول علاش لا التمويل هذاك ما يمشيش للكره اليد ايضا ما يمشيش للباسكت ما يمشيش للالعاب الفرديه كل الرياضات الأخرى نعم. أبار لفوت بالضبط مع احترامي للجامعة الكرة هي, هي رياضة رياضة من رياضات تمثل تونس بالضبط تمثل تونس لكن ماديا اي قلت لك معناها تستحق لفتة كما رياضات الأخرين نعم ما تكونش بالطريقة ما تكونش سامحني ما تكونش بالطريقة الموجودة مع العلم أنه الجامعات تأخذ في قسط صغير فرابور الجامعة الكرة نعم. القدم ظهر لي نتلهاو بالفرق الصغيرة للجمعيات الصغرى والفوت عندها عندها الماديات عندها الصحافة عندها الجمهور والبوبليك مداخل بالضبط لكن نمشي الهوند الباسكيت الألعاب الفردية أيوة. مستحقين أكثر إعانة من الوزارة نعم نمشي للآخر سؤال لاعب كرة اليد يتوسم فيه الكثير ويكون عنده مستقبل كبير حسب الخبير اللاعب الدولي نجم سارة الليلة صبح سيود بعد الفاصل يا أخي صبحي من صاحب الحظ السعيد لكرة اليد المستقبل كرة اليد التونسية بيان سير باش نقول واحد من أولادي ظهر لي فريق جينيور مكار مهدية اللي دربتهم بعامين وتحصلت معاهم في عامين معناها نلعب دو فينال شامبيونا مع جينيور مكار مهدية لعب كان ممتاز هو تو خرج مع خير يلعب في مصر هو يوسف معرف تحياتنا كبيرة برشا معرف مع يوسف معرف رغم الظروف اللي خرج فيها ما هي كانتش باهية ظروف خرج مع الجمعية ما استنفعتش منه شوية فلوس مع العلم ديما نقول الجمعيات كي يخدموا أربع وخمس سنين ويكونوا في لعب ظهر لي نهار ثلاث نخرج برا مستانس نعاونوا جمعياتنا طرف ماديات الظروف حكمت لكن يوسف ملاعبي كبير وإن شاء الله راه في منتخبنا يعطي إضافات أكثر من اللي شفته في الطرف أخي صبحي تقريبا كملنا في التواريخ والذكريات طبعا التليفون خذوا على الخط تنجمش تعرف صاحب الحظ السعيد الليلة نحن سعداء في الحقيقة باستقباله على الخط ألو مساء الخير ألو الو اخي سي حسن مرحبا بك الو السلام سي ابراهيم شنو حوالك يا خويا مرحبا بك عايشك سيدي عايش مرحبا بك يا خويا اول مره سي حسن الدريد شكرا للحصه بالحلوه ياسر هذه اللي تعمل فيها حصه تحط الناس تعطي قيمه للناس اللي اعطت للكوره اعطت للهوند والسبورات الكل خويا صبحي معك صديقنا حسن الدريدي اعلامي كبير في تونس معك على الهاتف وباش نتفاعل معك تفضل سي صبحي مرحبا سي صبحي حسن مرحبا عايشك عايشك راهو كيف نخذ بالبالماريس نتاعك كيف نخذ بالبالماريس نتاعك شيء رزين ياسر رزين على الاخر ظهر لي كما قلت ذكري معناها سي بالماريس اللي حبيت نبني في كارياري حققته ظهر لي هذا ان اكسبلوا الحمد لله يا رب اللي حققت اللي وشرفت نحن نعم وشرفت نحن شرفت تونس كامله حاجه برك انا حبيت نعمل انترفونسيون هذه باش نسالك سؤال برك اسكو تعديت على بورت انت ولا لا في ليكيب ناسيونال؟ على بورت اي ترانيت معاه؟ على بورت اني كانت مرواحي لتونس 2011 وهو استدعاني وقتها على بورت يديريني في ليكيب ناسيونال وجاني مونبيلي خاطر هو من نيم بحدا مونبيلي وجاني اي نعرف نعرف اي قال لي جيب الزون دو توا كوم ادجوان وذاك علاش روحت لتونس لكن ثم ظروف اكسترا سبورتيف ما خلاتش نمشي لليكيب ناسيونال هذا غالب هذا شنو علاقتي كبيره برشا هذا غالب ان شاء الله ان شاء الله تخدم الهون في تونس توا ماذا بكم تخدموها خاطر يظهر لي بدا تريب اون ريغريسيون بارابور ريزوتر زاني
وسي نورمال تكون ما تنجمش ديما تكون الفوق وترجعوا الهندبال اللي وصلتوها انتوما. بيان سور احنا ايدينا ممدوده, احنا ديما ايدينا ممدوده. الحاجه برك اللي مش فاهمينها احنا اللاعبين القدم, علاش المنتخبات العالم كله نشوفوا منتخبات العالم شوفوا دي زونسيان جمهور شادينهم. تعرف علاش؟ تعرف علاش في صبحي؟ خاطر احنا بلاد خاطر احنا بلاد ما نعطيوش قيمه للابطال نتاعنا. معليش علاش هما خير منا؟ ما همش خير منا راه على غالب احنا اللي ديريجون, احنا اللي ديريجون تاعنا ما يعطيوش قيمه للابطال اكثر. وسام الملولي وين وعلاش موش في الناتاسيون انت؟ الكل برشا برشا لي زيكزومبل برشا برشا. بقينا انت كنت كاركتير عند اي في الوقت توا يلزم انتوما تتحركوا, يلزم انتوما يلزم انتوما عايشك ويلزم ديما تذكروا. انا الحقيقه تذكروا ديما ليميسيون هذيا ومولاها سي ابراهيم. العفو ابراهيم بوغانمي اللي حقيقه ما حتى حد. انا خدمت في الجورناليزم 23 حاجه روعه كان هو عملها وبارك الله فيك. ابراهيم يعيشك يعطيك الصحه. بارك الله فيك. انت مثال انت يلزم ناخذوا عليك. بارك الله فيك. كل سواء كبار ولا صغار يعيشك يعطيك الصحه في الحصه الحلوه. يعيشك بارك الله فيك. واحنا سعداء باش نسمعوك خويا احسن. اكيد تكلم عندنا مداخلات. شكرا لك خويا العزيز احسن. صباح الخير. معنا مكالمه ثانيه. شكرا لك. مكالمه ثانيه خويا صبحي. ما نعرفش الصوت هذا تعرفه. وقال انا نعرفه وانا ذري ما يعرفكش مش عارف بالضبط. راه قول الو. ترى الو. اهلا بك عصام. احكي معاه خويا العزيز على التليفون. قال لك عصام انت شنو حوالك عزيزي؟ عسيري صباح تحوالك خويا. شنو حوالك خويا؟ وينك معلم وينك؟ هاني يا خويا توحشتك. مريقلك الامور باهيه؟ القهوه باش ترجع الامور هانيه؟ ان شاء الله. لاباس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ما نعرفش عرفني ولا سي ابراهيم؟ ما نعرفش. انا في مخي عصام توا. لا مش عصام, من المهديه. من المهديه. اها هو في المهدية. حاتم بالصفارة. حاتم عشيري. صوت من الاول جاني صوت عصام. اما بعد كي جبتكم كونتري عرفت صوت حاتم. خويا حاتم عشيري. الحمد لله الحمد لله. كونت اونترونور فريمون يعطيك الصحة. حاتم الزمن زاد. نطلب من خونا ابراهيم يعمل ميسيون كبيرة كيما هكا مع ان كرون ميسيو ان كرون اونترونور. ان شاء الله فرصة قادمة اكيد في البرنامج اخويا صبحي. ما تخافش. بارك الله فيك يا صبحي. يستاهل كل خير. عطاها برشا لكرة اليد في المهدية. يستاهل كل خير. سيغتو لا جونتيس والسمبليسيتي نتاع الانسان رغم لا يستحياته. نعرفوا تحومتي تعدى بظروف صعيبه برشا. لا الى ان فورس دو كاركتير فريمون. حاتم يعطيك الصحه وفريمون نحب حاتم راه في الايامات القادمه في جمعيه كبيره وعلاش ولا في مكارم مهديه. سي تا باسيون حاتم ان شاء الله. عايشك يا صبحي. راني فرحان برشا. سي ابراهيم بارك الله فيه كلمني وقال لي راك باش تقوم بمداخله معناتها بشان صبح سيوط. قلت له صبحي خونا ويستاهل كل خير. وصبحي كون لو فيو با سي ابراهيم راهو من الناس القلايل الا نحب ولا نكره بدل برشا حوايج في كره اليد التونسيه. اليوم اني حتى كما قرر تلامذة في السونتر ناسيونال دو فورماسيون جو دون توجور دي زيكزامبل دو صبحي سيوط وجو دون توجور شنو خدم صبحي سيوط في مونبيلي وكيفاش مشى ريال سيوداد. وظهر لي بكري شويه حكيت معاك وقلت لك صبحي كيفاش بدا بالتنس دو تابل والخاطر يمكن ما تبعتش الحصه سامحوني. اما راهو صبحي سيود معناتها تعب برشا باش يوصل للشيء اللي هو فيه اليوم. وصبحي سيود تصرف معناتها كره اليد التونسيه ومازال يشرفها وان شاء الله نشوفه صبحي مدرب على خاطر كون لو فيو با يستحق باش يكون مدرب واحنا حاشتنا بالكفاءات كي صبحي. صبحي بدا بالتنس دو تابل, من التنس دو تابل مشى ليكيب ناسيونال تنس دو تابل وبشويه بشويه دخل بريمير اني كاديج جو مو رابيل هيك في مكان مهدي بالضبط.
وصبر برشا من اللول، ومن بعد جاء مشى العام يلعب في تبلبة سيبته مكان مهدي كاتري، وذاك العام ذاك خلاه ياخذ أكثر ثقة في نفسه ويلعب أكثر هاندبال كما قولها. العام اللي بعده رجع عام 97 جمهور أبل تري بيان، وكان وقت الديكليك سيتي أن ماتش ضد الإتوال دي سهيل في المهدية، نلعبوا الإيكيب اللي باش تربح باش تتعدى بلاي أوف والإيكيب اللي باش تخسر باش تتعدى بلاي أوف. الماتش هذاك صبحي السيود أبدع سجل 14 هدف، من وقتها العباد فوالا شوف عندنا جوار في تونس بدا يظهر بشويه بشويه معناتها، وتم استدعاء والمنتخب الوطني اول مره مع سي ابراهيم العقد بيمشي لكوتونو وقتها في 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 اليابان. اي دو بوي صبحي العام هذاك معناتها مشي بالباي عام 99 الله مصلي على النبي هزنا كاس تونس وقتها، من بعد عمل كوب دي موند خارق العاده وديريكتومون مشي ريال سيوداد في اسبانيا، ومن وقتها صبحي شق طريقه وتبارك الله والعربي ياخذ في مونبيليه معناتها تشامبيونز ليج، وقعد ما معناتها كل عام لليوم في مونبيليه تصويرته موجوده صبحي، ولليوم يحبوه ولليوم صبحي كون لو فيو با يلزم ياخذ حظه في كره اليد التونسيه، وبوركوا با ما يدخلش في الاطار الفني للمنتخبات التونسيه على خاطر كون لو فيو با راهو صبحي الى كتوي لو نيفو لو نيفو على برشا ملاعبيه صحيح لعبه كوره وكل شيء، ما هو لو نيفو سي ان بو كيما قولها بارتيكولي معناتها حاجه الا ما نجموش نشوفها عند الملاعبيه الكل، وراهو لو نيفو تحب له ملاعبيه عاشوا كل لحظه ديكا وعاشوا كل لي مومون دو ستريس وعاشوا كل المستوى العالي العالي العالي. هذا هو ان شاء الله يا ربي تشوفوا صبحي معناتها في خير من هيك معناتها وياخذ حظه في كرة اليد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله اخويا حاتم يعطيك الصحة، وانا سعيد بالمداخلة نتاعك. فكرة شافية وضافية على نجم سهرتنا الليلة حاتم صمود، من خلالك انت اخويا حاتم وصبحي نحيوا كل مدرسة مكارم المهدية اللي خرجت لنا اجيال واجيال. شكرا لك اخويا حاتم وتصبح على خير. نمشيو مع عائشة، نمشيو المكالمة الثالثة. الو 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 عسلامة سي محسن. مرحبا. شنو أحوالك أخويا لاباس؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم سيدي وربعينكم. يعيشك غالي سي محسن الزريبي سخونة صبحي، إعلامي كبير تربينا وعشنا على القلم نتاعو سوى الكتابة أيضا في التلفزة. مرحبا بك أخويا محسن. وعشك بيك ونست في صبحي راهو في صبحي قديمة مفخرة مفخرة هذه كرة اليد التونسية والله توحشنا لك وحشة يا صبحي. عايشك سي محسن، عايشك وانت زاده، عايشك عايشك راهم عباد اللي زي تتوي قبل والحمد لله يا ربي، معناها عباد خدمه الصحافه وخدمه الرياضه بقلبها ودمها، وفريمون يعطيكم الف صحه وميرسي بوكو على لي كومبليمون اللي قاعدين ولا قلتوا فيهم قبل ولا قاعدين تقولوا لي فيهم توا. والله عن جدارة واستحقاق راهو يا صبحي، احنا ما فماش مجاملة، هذا انسان اذا انسان اعطى برشا للرياضة التونسية وبصفة عامة وكرة اليد بصفة خاصة كيما انت بالحجم نتاعك انت وبالانجازات الكبيرة نتاعك انت واللي نورت تونس داخليا وخارجيا واللي كنت معناها اول واحد عربي كيما قال سي حاتم انك معناها تتحصل على الشامبيونز ليج وتفرض روحك في معذرات، معناها حاجة عظيمة بكل صراحة، حاجة عظيمة، ولكن أنا بقدر ما معناها ننوع بالإنجازات الكبيرة نتاعك أنت يا صبحي بقدر ما نتمنى لك نفس النجاح كمدرب إن شاء الله. ويظهر لي وقايد يا صبحي إن شاء الله. عن طريقكم أنتوما وعن طريق الصحافة وعن طريق الإيميسيون هذه لازمني نعدي ميساج على ما نجمش نقولوا بعد شامبيونات أفريكا اللي صارت النكبة الكبيرة. زي الوقت في تونس عندنا كفاءات كبيرة، راهو في تونس عندنا دي زونترونور دو كاليتي، علاش ما نعطيوش فرص لي جون زونترونور، علاش ما نعطيوش فرص زونترونور تونسي، ان جون زونترونور تونسي يخدم على 4 سنين، نخليوه الوقت مش نحاسبوه في جمعة وفي شهر ولا في شهرين، يفوه متنوم، لازمنا ناخذوا العبرة من الفرق الكبار، لازمنا ناخذوا العبرة من العالم. كيفاش يخدموا من العالم، عباد تخدم على 4 سنين على 5 سنين. شوفوا نعطيك اكزامبل، انا مغروم برشا بالكره اليد الفرنسي ديدي دينار رغم النتائج الخايبه لكن ما نحوش في البلاس، نحوه كان في الشامبيونات دوروب الاخرانيه. دونك معناه علاش لا، علاش لا في تونس جي الوقت
جي الوقت باش نعملوا راهو كيفاش ما يندب ما يندب الخد كان ظفره ولا كيفاش تقال هي دونك خويا معناها تونس على بدوان من ولادها تونس باش ندافعوا احنا التوانسه ندافعوا على الدرابو نتاعنا مش لي ترونجي خويا محسن احنا سعداء جدا باش نسمعوا صوتك على مجلس السفام واكيد باش يكون لنا مداخلات ايضا مع النجوم في كل الرياضات راهو هذه مداخلات يعيشك شكرا لك خويا غالي تحيه لك للعائله الكل اللي يسمعوا فينا ربي يعاونكم وربي يساعدكم يعيشك يعيشك شكرا لك نمشيو مع المكالمه الاخيره منير الزوابي مرحبا مرحبا سي ابراهيم مرحبا بكافه مستمعي الي سفام ومن خلالك انت نوجه تحيه معنا لكافه مستمعي اذاعتكم في ربوع الجنوب يعيشك معك الكابتن نجم سهر الليله صبح سيود مرحبا صبحي اكيد صبحي غنينا عن التعريف ونحب نسلم عليه برشا معناها بالحقيقه من الناس اللي اسمح لي سي ابراهيم باش نقول كلمه حق في صبحي سيود واحد من الملاعبيه اللي شرفوا تونس وواحد من الملاعبيه اللي ما بخلش بحتى قطره عرق معناها على تونس وكان من معناها مثل تونس احسن تمثيل في الاحتراف في فرنسا معناها ان شاء الله معناها صبحي ننتظروا انه يعمل خطوه عملاقه في التدريب يعمل خطوه نحو التدريب معنا الفرق الكبرى لما لا وصبحي عنده الامكانيات وعنده التجربه انه يكون واحد من الاطارات الفنيه المرشحه لقياده المنتخبات الوطنيه ولما لا منتخب الاكابر في المستقبل القريب ان شاء الله. خويا صبحي. عايشوا سامبي بليزير كي نسمع عباد معناها تبع في الهوند عباد مغرومه بالهوند خاطر تو قاعدين يحكيوا على صبحي السيود عباد غاطسين في الهوند كلمة بالدار يقولها للكرومة حابين في كل المنافسات يشوفوا بطولة الريحة يقولوا أنا سي إبراهيم سامعني ما نعرفش كان صبحي يسمع فيا معناها نحب نوجه له سؤال معناها إذا يسمع فيا معاك تفضل صبحي نسمع فيك والله صبحي معناها أنا نتساءل لحد الآن مريناه صبحي اللي ياخذ معناها فريق يكمل به الموسم معناها وياخذ معناها انت تحكي على منح الفرصه ربما مكارم المهديه اول فريق يلزمه يعطي معناها الفرصه لصبحي سيود باش ياخذ معناها فريق يكونه ونعرفوا فريق مكارم المهديه معروف بالتكوين وبانجاب المواهب علاش لا صبحي سيود ما ياخذش مكارم المهديه ويعمل بها دو سيزون تروا سيزون يعمل بروجي وهكاك صبحي يعمل كونفيرماسيون كيما خذا حاتم بوسفاره قبله معناها الفريق على اربع سنوات وخمس سنوات علاش لا من شوفوه صبحي يبدا من المدربين اللي ياخذوا فرصهم كيما خذا سامي السعيدي زوير بن مسعود عديد المدربين نعم. وهكاك يتكون صبحي ويكون من المدربين المرشحين باش يدربوا المنتخب ويعملوا معناها حتى ضمن الاطار الفني كمدرب مساعد علاش لا صحيح كلامك صحيح ظهر لي صبحي قاعد باش مع العلم انه ما صبحي يخدم عامين في الكاتيجوري جونيور مكارم مهدية من بعدهم انتقل خدم مع سي سيد عياري كما ديوان لكن وقت مشى سي سيد ما نجمش نخدم السينيور ما نقعدش في السينيور خاطر صبحي ما عندوش درجه ثالثه انا قاعد نعدي فيها توا على كل مع ذلك صبحي يلزمك تكون اكثر اصرار حسب رايي يلزمك تكون اكثر اصرار انك تعمل التجربه هذه وتخوض معناها وتبدا من لوطه كما يقولوا تبدا من الفرق الصغار علاش لا حتى الفرق الوطني لما لا فرق اللي تلعب على التوح معناها كما نقولوا في الوطني خويا منير خويا منير المعذره خاطر طول البرنامج تقريبا ثلاثة دقائق فقط ونكملوا شكرا لك على المداخله ويبقى السؤال هو الناس الكل في انتظار صبحي سيود مدرب في اكابر علاش لا منتخبنا الوطني كلمه اخيره اخويا صبحي نكملوا بها السهره ذي في دقيقه تفضل حي بها يعطيكم الصحه على الميسيون المزيانه بصراحه ما كنتش نعرفها تو باش نولي نتبعها مرحبا بك فريمون ساعه ونص مزيانين فريمون ساعه ونص صبحي حكي فيها مع التاريخ لكن صبحي تو التاريخ صحيح باهي لكن توا صبحي سيود مازال مغروم مازال يحب كرة اليد مازال مغروم تأسفت برشا في بطولة افريقيا اللي ما هزيناش في تونس تي لو مومون باش نتكلم على كرة اليد تي لو مومون باش نخدموا كرة اليد تي لو مومون باش نلموا الناس الكل باش نخدموا باش نلموا بعضنا باش نحطوا ان بروجي للمنتخب باش نحطوا ان بروجي للبطولة التونسية للفرق التونسية خاصة كرة اليد نجم نقول ان سبور اللي في الماضي
تشرف تونس لكن زاد في المستقبل اللي كابابل نعم. بالضبط. شكرا لك خويا صبحي للحضور وحنا سعداء في هذه الحصه. شكرا لكل العائله يسمعوا فينا كل احباء بكير المهديه وصبح السيود داخل وخارج الوطن. شكرا لكم على التفاعل نتاعكم. نتقابل ان شاء الله الثلاثه الجايه في سهره جديده مع نجم جديد في رياضه اخرى من رياضات الجماعيه. شكرا وتصبحون على خير.